وانا بسم الله الرحمن الرحيم كما لاحظ الجميع بعض الجماهير اللي ما عرفتش كيفاش كتسب الحارس المغربي. فالحارس بالنسبه لي انا كمدرب حراس فريق الوداد كيبقى الحارس الاول في البطوله المغربيه ومازال قادر باش يعطي المزيد والمزيد لانه حارس كبير كيتمتع بمعنويات كبيره ولياقه بدنيه هائله اللي غتخليه يلعب مازال 4 سنوات اخرى. ومن هذا المنبر كنقولها بان المغربي كيلعب بالقلب ديالو مع الفريق ديالو هو فريق الوداد البيضاوي. والله يسامح هاد القليله من الجمهور اللي بدا كيشكك في المغربي. وانا بالنسبه ليا الحارس رقم واحد في البطوله المغربيه وفي افريقيا هو نادي المغربي. وشكرا.